موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. أعلن الرئيس السيسي انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الأفريقي تحت شعار نحو مستقبل أفضل لإفريقيا من خلال بناء السلام في الفترة من 22 إلى 27 من نوفمبر 2023، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الأولوية التي نوليها جميعا لجهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا. وأشاد الرئيس السيسي بالتقدم المحرز على صعيد تشغيل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات الذي تستضيفه القاهرة، معاربا عن التطلع لسرعة التفعيل الكامل للمركز بما يخدم مصالح واحتياجات القارة الأفريقية. ووجه الرئيس السيسي نداء لشركاء القارة للوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم وتقديم الدعم اللازم لدول القارة في مسيرة بناء السلام والتنمية، مؤكدا التزامه بمواصلة بذل كافة الجهود الرامية لاستدامة السلام وترسيخ الاستقرار في أفريقيا. شارك الرئيس السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في القمة الاستثنائية لمجموعة بريكس التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته ترحيب مصر بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الذي دعا إلى التوصل العاجل إلى هدنة وإنشاء ممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء القطاع. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة بريكس والدول المدعوة للانضمام التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط خاصة الأوضاع في قطاع غزة. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة خلال القمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي لتجمع البريكس، أصحاب الفخامة، قادة الدول تجمع البريكس، أود في البداية تثمين الدعوة إلى هذا الاجتماع المهم، كما أعرب عن خالص تقديري لقرار قمة البريكس بجوهانسبرغ بدعوة مصر للانضمام إلى التجمع، وهي الدعوة التي أؤكد ترحيب بلادي بها، معربا عن ثقتي فأن ذلك سيتيح لنا تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على أساس مبادئ التضامن والاحترام المتبادل واحترام القانون الدولي. إن قمتنا هذه تأتي في توقيت حرج يشهد فيه الفلسطينيون تصعيدا مستمرا في قطاع غزة والضفة الغربية، أودى بحياة الآلاف من المدنيين، ثلثيهم من النساء والأطفال، كما تعرض القطاع بأكمله إلى عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري. وأتت هذه المشاهد الإنسانية القاسية لتكشف عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني. السادة أصحاب الفخامة، لقد رحبت مصر بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي دعا إلى التوصل العاجل إلى هدن وإنشاء ممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء القطاع. وتدعو مصر المجتمع الدولي في هذا الإطار للضغط على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من أجل الامتثال لتنفيذ هذا القرار. لقد عرضت مصر وأدانت قتل المدنيين من جميع الأطراف، وتدين في ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وخاصة المستشفيات، وتؤكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين في غزة ووقف هذه الممارسات اللا إنسانية التي تجعل الحياة والمعيشة في غزة مستحيلة، مما يجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم. السيدات والسادة، إن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وخصصت مطار العريش وميناء العريش لاستقبال المساعدات
من مختلف دول العالم، ولكن تتسبب الآليات الموضوعة من السلطات الإسرائيلية في تعطيل وصول المساعدات لمستحقيها، ومن ثم فإنما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها، وما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة لإعاشة أهالي غزة. إن مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعي، كما تقف مصر ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري داخل أو خارج غزة، خاصة وأن ترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما أن أطروحات إعادة احتلال إسرائيل للقطاع لا تزيد الموقف إلا تأزيما وتعقيدا، كما أن المجتمع الدولي يقف ثابتا كذلك أمام عنف غير مبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، وما تشهد الضفة من اقتحامات عسكرية يومية من قبل الجيش الإسرائيلي، وهي كلها سياسات مرفوضة تسهم في إشعال المنطقة وزيادة مناطق التوتر بها. السيدات والسادة، إن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية وتجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة، كما نشدد على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. شكرا لحسن انتباهكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات وعلى رأسها المساعدات الإغاثية لغزة، حيث اطلع السيد الرئيس على الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع. وأكد السيد الرئيس في هذا الإطار استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي القطاع، مشيدا بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في هذا الشأن. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدا عمق التقدير والاحترام الذي يكنه الشعب المصري لأبنائه الأوفياء الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل أمن مصر وسلامة شعبها. وتناول الاجتماع كذلك متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة الخدمات الموجهة للسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، وكذا متابعة نشاط الصندوق القومي للقادرين باختلاف. ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة خاصة السيدات، وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضه بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، داعيا كافة الأطراف إلى إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن. وأشار الرئيس السيسي في تغريدة له على صفحات التواصل الاجتماعي إلى متابعته باهتمام بالغ مجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب بشأن إجراءات وتدابير الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة. وأوضح الرئيس السيسي أن بيان رئيس الوزراء عبر عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعبا، مشددا على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات. عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنف الجبالي رئيس المجلس جلسة عامة طارئة لمناقشة 16 طلب إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن جهود الدولة المصرية مستمرة لدعم أشقائنا الفلسطينيين على المستويات كافة، مشيرا إلى أنه لا بديل عن إحياء مسار الحل السياسي للقضية الفلسطينية، وأن الرؤية المصرية تستند إلى أنه لا حل للصراع إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. كما أضاف رئيس الوزراء أن مصر أدركت المخططات الرامية إلى التهجير القسري للفلسطينيين تجاه سيناء من خلال أكبر عملية من القصف الموسع على القطاع لتحويله إلى قنبلة بشرية قابلة للانفجار في تجاه مصر، مشددا على إعلان مصر رفضها القاطع لمحاولات التهجير، وأن تصدير الأزمة لمصر والمساس بأمنها القومي خط أحمر غير قابل للنقاش. ومن جانبه شدد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي رفض المجلس القاطع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخليا أو تهجيرهم قسريا خارج أراضيهم وتحديدا صوب الأراضي المصرية في سيناء، مشيرا إلى ضرورة تكاتف جميع السلطات المصرية في مواجهة أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية لما في ذلك من اعتداء خطير على أراضيها ومساس بأمنها. كما أكد رئيس مجلس النواب إن مجلس النواب يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الوطن من أي محاولات مستترة للمساس به، فالدفاع عن الوطن هو دفاع عن الإنسان المصري وعن هويته وتاريخه يبذل له كل غال ونفيس. كما شدد النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل الوطن بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية على ضرورة أن تعلن الحكومة عن الجهود في مواجهة ما يبثه الإعلام الغربي بشأن نزوح الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب وتكدس الفلسطينيين أمام معبر رفح. شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي جالوت 2 والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وناقش وزير الدفاع عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات وفقا لتخصصاتهم المختلفة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي جالوت 2 والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب محمد هيثم محمد حلمي قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى حرص رجال المنطقة الغربية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي. وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع،
التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات. وفي سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، حيث نقل لهم تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع.